بروفيسور الله. نواصل هذا المد المباشر برفقتكم مشاهدينا. إذن لكل مكان في السودان محموله الثقافة من قيم وتراث ومورد على ذكرى بروف يعني. وإحنا في السودان عندنا جوانب حيوية كثير. إحنا على امتداد النيل الأزرق الآن ننظر بزاوية شوفنا على كثير جدا من المشاهدات الممكن تكون زاهية وباهية للجميع. نأخذكم في رحلة جميلة في الخرطوم من خلال هذا المد. بلدنا حلو المتابعة ومثل نعود مشاهدينا. المساحات والمسطحات الخضراء داخل العاصمة الخرطوم بدأت بطبيعة الحال صغيرة حول الطرقات، ثم أخذت في الانتشار شيئا فشيئا، مضيفة أبعادا جمالية وبيئية لتكمل بذلك الوجه الجمالي للعاصمة. لكن الناس تدافعوا عليها مؤخرا طلبا للنزهة والترويح، وحتى الاستذكار ومزاولة البيع والشراء. هذه المساحات صممت أساساً كمظهر جمالي ومناطق جذب تسر الناظرين والعابرين، وتكون مفتوحة وغير محجوزة، تزرع فيها كافة أشكال الزهور والورود المحلية والمستوردة، وكل ما من شأنه إدخال البهجة والسرور في نفوس الناس خاصة الأطفال. وبالرغم من أنها تنتشر في مساحات واسعة، إلا أن الناس يرون أنها تشكل معلماً بارزاً داخل مدينة الخرطوم. مال هذه الأماكن يستهوي الكثير من الأسر السودانية التي تخرج عادة لأخذ قسط من الهدوء في ظل ضغوط الحياة ومشاغلها اليومية. فنرى بين الناس انسجاماً غير معهود، إذ يمارسون الغناء واللهو الجميل في الوقت الذي ما زال البعض ينادي بمزيد من الاهتمام بهذه الحدائق. ولعل ثقافة التنزه والإحساس بأن هذه المساحات المفتوحة ملك للجميع أمر يبدو بعيدا أمام واقع يقول عنه البعض إنه يحتاج لكثير من التوعية والإرشاد والتوجيه. البيئة الحضرية للخرطوم بدأت تتغير، وبدأت معها الكثير من المعالم الحضارية تظهر بفعل هذه المساحات الخضراء التي جعلت من المكان لمسة جمالية غيرت من شكل المدينة، وهي خطوة تجد القبول والاستحسان. ولما كان للخرطوم موقع فريد باعتبارها مدينة مثلثة تقع عند تلاقي النيلين الأزرق والأبيض، فإن ذلك يعطيها ميزة تجعلها تسبق الآخرين بعد أن تلحق بهم بالنظر إلى استلقائها على ستة شواطئ نيلية. هذه المساحات التي تكسوها الخضرة تزرع في الغالب من النجيل الطبيعي المحلي، إذ تحتل عملية التنسيق جزءاً أكبر من المنظر العام كمرحلة مهمة في تنظيم وترتيب أنواع الورود والزهور وأشجار الزينة. ومما يجدر ذكره بأن العاصمة لا تقتصر على مثل هذه المساحات فحسب، بل هنالك العديد من الحدائق الخاصة والعامة التي تفتح أبوابها للناس مقابل رسوم مالية. المساحات الخضراء التي أعدت لتفرح العين وتضفي جمالا على الطرقات فاتخذها الناس أماكن للترويح، تفتح بابا من الأمل أمام كافة المدن السودانية لتشهد مثل هذا